جيسي تقدم لكم البرنامج الإلكتروني الجديد إيكاب. جيسي معها تقدر. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اينما كنتم واينما تواجدتم. فعلا ولفناكم ولفتونا، اجواء جميله، دائما نحب ان نكون عندنا حسن ظنكم بنا. فعلا اسابيع مرت، ولكن الاسابيع اللي راها جايه مشاهدينا الكرام راح تكون كلها اثاره وكلها فرجه وكلها متعه. اذا نعاود نذكركم مشاهدينا الكرام بان المرحله الاولى تجرى في هذا الرينك في هذه الحلبه على مدار 5 اسابيع، وبعد ذلك سننتقل الى الميدان ورد الفعل لرفقاء سوداني، لانه لحد الان نقطتين مقابل نقطه فقط لصالح فريق فوت. لهذا خلوني نستقبل اول لاعب اللي هو من فريق جايمر، فاروق بوشجرة. احساس خاص يونيك جميع طونديبا كاع، دونك سايتي اون غراند سيربريز بور موا. فاروق بوشجيرة اهلا وسهلا ومرحبا بك فاروق. فاروق نظن عندك وقت وانت تلعب. نعم صح. وش الاكيب اللي تلعب بها؟ توتنهام. علاش توتنهام زعما؟ جو ديكيب تاعهم يخرج بيان ستيل دو جو تاعي ونحبهم بيان. تسمع احنا شغل اللي كاع يلعبوا بارسا، ريال، يوفي، انت خيرت توتنهام متميز. عندهم الفيزيك، عندهم جو ديكيب و سا كوريسبون جو ديكيب تاعي. راح تلعب مع لاعب، هذا اللاعب يعني قدم الكثير للرياضة، قدم الكثير للمنتخب الجزائري، سيشهد التاريخ. نعم سيشهد التاريخ بأن هذا اللاعب أخرج 40 مليون جزائري إلى الشارع. سيشهد التاريخ كذلك بأن هذا اللاعب من عين البنيان إلى العالمية. خلوني نرحب إسلام سليموني. Je suis bien, je vois qu'il y a un bon public, il y a de l'ambiance. Alhamdoulilah, je suis très bien. اسلام شرف كبير انك تكون معنا اليوم، شرف كبير انه يعني اسلام يكون معنا. اسلام عندك وقت انت تلعب هم بلايستيش؟ دي فوا عندي بزاف، بصح دي فوا سي ديرني طوم مانيش نلعب بزاف، مي جو بونس كو تسلكها شويه. عندي امكانيات باش نربح. الله اكبر. ومعروف مشاهدينا الكرام معروف على اسلام سليماني هذا القدوه انه عنده اراده فولاذيه، اراده كبيره. علاش قلت من عين البنيان الى العالميه؟ تصفيقه حاره لاسلام سليماني. والله حليم عليك. اذا سينطلق الان، ستنطلق المباراه. اسلام باي فريق راح تلعب؟ برشلونه. يلا بالتوفيق ان شاء الله اسلام، بالتوفيق فاروق. اسلام سليماني وفاروق بوشجيرة، توتنهام برشلونه، لمن ستبتسم في الاخير؟ لانه المسؤوليه ستكون كبيره عليك اليوم يا اسلام، لانه فريقك يعني خسرته نقطه، يعني عنده نقطه واحده فقط، وفريق جايمر عنده نقطتين. يعني اسلام يحب التحدي، يعني اسلام يحب التحدي من اجل تعديل النتيجه لفريقك يا اسلام. لازم تدير اللي عليك وباش تعدل النتيجه ويبقى الاسم الخامس يجيب لكم ان شاء الله الانتصار. يلا يا اسلام لازم هاي الفورماسيون 4-4-2 فوالا كيما قلت لكم. اذا المباراه ستنطلق الان. اعيد واذكر مشاهدينا الكرام بانه اسلام سليماني سيلعب بفريق برشلونه. خير اف سي برشلونه باسكو سي مون ايكيب بريفيري اون بليس عندهم ميسي. وفاروق سفضل اختيار واللعب بفريق توتنهام. استراتيجي فورماسيون 4-4-2 هاري كين اون بوينت يوغو لوريس كوم غارديان. بزاف اسلام واثق من نفسه. انا ربما فاروق نجاحك يا اسلام هو ثقتك بنفسك. سي هذه تلعب دور كبير، ثقه بالنفس لازم، لانه كاين بزاف يعني الشباب الجزائري في كل مجالات ماشي غير في كره القدم، في كل المجالات تكون تثق بروحك، هذا هو مستحيل. اول خطوه للنجاح. الله اكبر، تصفيقه للاسلام. فاذا المباراه ستنطلق الان.
هل سيفعلها إسلام سليماني ويعدل النتيجة لفريقه فوت ويحقق نقطة هي ثمينة وزنها ثمين ويعني يحقق نتيجة التعادل لأنه في الثلاث أسابيع الأولى كان فيه انتصارين لصالح فريق جيمر وانتصار واحد لفريق فوت. المباراة تنطلق على بركة الله. فريق برشلونة وتوتنهام جمهور فوت كما عودنا دائما تشجيعاته وجمهور جيمر كذلك دائما تشجيعاته القوية لفريق بوجيرة. نستع نستع الآن الكرة حتى أنه إسلام سليماني قال عنده يعني مدة ما لعبهاش ولكن سيرمي بكل ثقة له من أجل تسجيل هدف. يلا يا إسلام كرة الآن لصالح فريق برشلونة بحثا عن كوتينيو وكذلك لويس سواريز وميسي الذي يصنع دائما التسديدة يصنع دائما إسلام إسلام. يلا يا إسلام هل هي كرتك يا إسلام سليماني التوزيع جول لا والحارس والحارس يتصدى هوغوليريس كرة أخرى الآن حتى جمهور جيمر بدأ يتفاعل الآن جمهور فاروق بدأ يتفاعل الآن وجمهور إسلامي يرد الآن إلى كرة هاريكين والحارس دير شتيغن العملاق الحارس الألماني ميكي بحثا عن راكيتيتش تصل الكرة لكوتينيو كوتينيو راكيتيتش لسواريز لويس سواريز يلا كرة من هناك يواصل التوزيعة يدخل هنا كرة توزيعة إسلام يلا يا إسلام ولكن تقطع الكرة كرة أخرى لدي فريق توتنهام وتصبح توتنهام الفريق القوي في الدوري الإنجليزي كرة الآن المهاجم الفنان هاري كين المهدف هاري كين هدف بالفطرة كرة الآن يلا يواصل الهدف الأول لصالح فريق الهدف الأول من فاروق L'ambiance a été là et voilà, ça a été farha. Mais il reste beaucoup de temps, je vais essayer d'égaliser. كرة أخرى الآن لصالح فريق برشلونة. يلا يا إسلام معليش مازالك الوقت يا إسلام مازالك الوقت باش ترجع ولو أنه فريق يعني فاروق توتنهام متمكن جدا في وسط الميدان توزيع رائع للاعبين في أرضية الميدان حتى الجمهور الجمهور هو اللي يصنع الفارق الجمهور هو اللي يصنع الفارق يلا كرة ليونيل ميسي ميسي اثنين من اللاعبين خرجوا له يلا ميسي كأنه نظن إسلام ما وظفش ميسي في مكانه لا 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 يا إسلام رائع الكرة راكيتيتش رائع الكرة ترجع كرة الآن لازم أزلت كرة الآن لصالح برشلونة كوتينيو كرة الآن هل هي كرة على الطرف الأيمن التوزيعة التوزيعة هوغوليريس يتصدى بكل أريحية هذا الحارس الفرنسي كرة أخرى في دفاعات نادي توتنهام يبحث فاروق يبحث عن تسجيل نقطة هي تكون الثالثة وتكون غالية جدا لصالح فريقه جيمر كرة أخرى الآن الجماهير تتفاعل مع كل كرة مع كل تمريرة لصالح فريق جيمر ولصالح فاروق بوجيرة يلا يا فاروق تقطع من الكرة إسلام 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 ما زالت عنده كرة من لكوتينيو كوتينيو لميسي ميسي ميسي سواريز يلا يلا يا إسلام ضاعت الكرة ضاع الدفاع معروف الدفاع الإنجليزي الدفاع الإنجليزي القوي بدنيا الدفاع الإنجليزي متمكن الدفاع الإنجليزي يلعب بدفاع بدني كبير لأن الدوري الإنجليزي معروف بالقوة البدنية يجب أن تكون معمول بها لدى اللاعبين كرة أخرى الآن التسديدة لا في لمسة يد الحكم ما يقولون شيء ما زالت المراوغة تسديدة الخطير هاري كين هو اللي يصنع الفارق هو اللي يسجل ما زالت الكرة إنيستا الذي اعتزل وقدم مواسم كبيرة مع نادي برشلونة مواسم كبيرة مع نادي برشلونة كرة الآن لصالح فريق توتنهام لصالح فريق التسديدة وسهلة في ضربة ركنية نعم في ضربة ركنية لصالح فريق توتنهام يلا يا فاروق إذا سجلت الهدف الثاني راح تخطو خطوة كبيرة من أجل تحقيق الانتصار لكن قد يكون فيه كلام آخر لإسلام سليماني كوتينيو طلق كوتينيو راح كوتينيو البرازيلي طلق بحثا عن ليونيل ميسي لا ما وصلتش الكرة إسلام ما لقيتش الحلول إسلام ما زال يلا معليش ما زال الكرة الآن لصالح فريق توتنهام يلا كرة توزيع سجلت دوزيام بوت هكذاك وكنت فرحان شوية وفرانشمون اون بليس لو بوبليك كان معايا شغل كي سجلت دوزيام بوت باسكو إلا في أبخيسي لا كاليتي دو دوزيام بوت أوسي سيتي أن بون فري جو ديكيب مون إيدي سي كونتينيي دو جوي بوتيتر ماركي أن بوت بور
pour le doute, pour lui faire douter. الشباك تهتز مرة أخرى. لاحظوا وتابعوا المشاهدة التوزيعة الرأسية. هدف ثاني في مرمى برشلونة. هدف ثاني في مرمى تير شتيغن الحارس الألماني العملاق. كرة أخرى الآن لصالح فريق برشلونة. يلا يا إسلام لازم يتحرك ميسي. لما يتحرك ميسي تسجل يا إسلام. كرة أخرى الآن إنيستا. جمهور فوتس يتفاعل. كرة أخرى. كوتينيو التوزيعة. يلا 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 سواريز. يلا ميسي. كرة ما وصلتش الكرة لصالح لاعبي برشلونة. كرة أخرى في وسط الميدان. بوسكيتش. بوسكيتش يبحث عن سواريز. سواريز تصل الكرة. سواريز لكوتينيو. كوتينيو ترجع. سواريز يحارب والكرة رمية تماس لصالح فريق توتنهام. كرة لصالح لاعبي فريق توتنهام. توتنهام متقدم مشاهدينا الكرام بنتيجة هدفين مقابل صفر قبل انتهاء الشوط الأول بلحظات. نعم قد يعود إسلام سليماني مع بداية الشوط الثاني لأنه يملك كل الإمكانيات ويملك الإرادة ويملك الثقة بالنفس. تكن حذر يا إسلام. حذر يا إسلام والحارس يتصدى. يلا جمهور فوت سكت شوية. جمهور فوت سكت. يلا كرة أخرى الآن. معلش حذر يا إسلام. حذر يا إسلام. حذر يلعبوا على الأروقة. حذر. حذر يا إسلام لانه هاري كين انت لعبت كونتر هاري كين يعني الارتقاء تاعه قوي جدا. كره اخرى الان. كره سواريز. سواريز يواصل. سواريز يلا. سواريز معزول. معزول سواريز. معزول. نزلت الكره الان لميسي. بحث الان باسكيتش. يلا سدد سدد سدد. دفاع حديدي والله دفاع حديدي. يلا جوردي ألبا. جوردي ألبا. إنيستا. إنيستا. إنيستا لميسي. تقطع الكرة. مازالت في الميلو. ضاعت. مازالت كرة أخرى. تسديدة هايل يا إسلام. هايل. يحاول إسلام على الأقل يعني يريد تسجيل هدف قبل انتهاء الشوط الأول الذي سينتهي الآن. مازالت كرة الآن لصالح فريق لاعبي برشلونة. وعودة من التسلل. نعم عودة من التسلل على لويس سواريز. عودة من التسلل على لويس سواريز. كرة أخرى الآن لصالح فريق توتنهام. توتنهام متقدم مشاهدينا الكرام بهدفين مقابل صفر. فاروق هدفين. إسلام سليماني صفر. ولكن ما زال الشوط الثاني. الشوط الثاني كل شيء ممكن يا إسلام في الشوط الثاني. ربما راح تكون فيه تغييرات. قد يتغير الكثير مع بداية الشوط الثاني. الحكم سيصفر عن نهاية الشوط الأول الآن. كرة لصالح فريق برشلونة ولفريق لصالح إسلام. يلا كرة أخرى. يلا جمهورنا الكريم يجب ان تكونوا حماسيين مع الشوط الثاني. جمهور فوتي الذي يجب ان يقف بقوه مع اسلام سليماني وكذلك جمهور قايمه. يلا يا جماعه من اجل الفرجه ومن اجل الاثاره عودونا بتشجيعاتكم لكره الان. حذري توزيعه في خلل في وسط الدفاع. يلا اسلام. هاي تشجيعات الجمهور يا اسلام. هاي يا اسلام. هاي يا اسلام. كره اخرى الان. مع كل كره يجب ان يتفاعل جمهور فوت مع اي كره لاسلام سليماني. كره اخرى الان لصالح فريق توتنهام. فريق حتى جمهور يجب ان يتفاعل. جمهور بداوا يتفاعلون الان. جمهور فوت. هل هي الكره الان التوزيعه. خلوي سواريز. خلوي سواريز. هي 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 هي. ضاعت يا اسلام. ضاعت. قلت لكم قلت لكم قلت لكم اسلام لما يتفاعل مع الجمهور راح يرجع. يلا تفاعلوا مع اسلام. حتى فاروق. حذر فاروق. يلا يا اسلام. حذر يا اسلام. هدف ثالث. Ça a été encore une autre farha mais pas aussi grande que les précédentes. Voilà. Après le troisième but, c'est sûr que ça déstabilise parce qu'à 3-0 c'est pas 2-0 là, 1-0 c'est dur de revenir. Mais moi je vais continuer à attaquer pour au moins sauver l'honneur. كرة أخرى الآن لصالح فريق توتنهام. يعني كرة الآن لصالح فريق توتنهام. هل تعلم يا إسلام بأنك إسلام الفرصة. هل تعلم يا إسلام بأنك سجلت هدف الفوز على المنتخب الروسي في الدقيقة 60 وأنت الآن على مقربة من الدقيقة 60.
قد يفعلها إسلام ويسجل في الدقيقة 60. يلا يا إسلام، كرة أخرى الآن لصالح فريق برشلونة. يلا يا إسلام، الدقيقة 60، نقترب من الدقيقة 60. كرة الآن لصالح فريق توتنهام، حتى جمهور جيمر وكانوا اقتنع بالنتيجة. مازال جمهور فوتخي ما سمحتوش في إسلام. والله شوية تجاهل. حاب تشوف 90. يلا كرة أخرى. كرة أخرى الآن لصالح فريق برشلونة ولصالح إسلام. سواريز مع سواريز، روح يا إسلام روح. كرة أخرى. ضربة جزاء أم لا؟ الحكم ما قال ولا شيء، الحكم ما قال ولا شيء، كان فيه يعني عرقلة في وسط، في وسط الدفاع. الحكم ما قال ولا شيء، ما زالت كرة الآن في وسط الميدان. إسلام، الحكم ما أعطاكش ضربة جزاء. معليش دوك نسيونا. يلا يلا كرة أخرى الآن لصالح راكيتيتش. راكيتيتش راكيتيتش ضاعت. مازالت كرة. يلا يا إسلام سدد يا إسلام، مازالت كرة. يلا يراوغ ميسي، ميسي مرر، مازالت ترجع الكرة، تقطع الكرة. يعاني من إصابة ميسي. فاروق، إيش رأيك لحد الآن في المباراة فاروق؟ والله غير مباراة حلوة. ها؟ مباراة حلوة. يا مليح فاروق. يلا فاروق، هل ستضيف أهداف أخرى يا فاروق؟ يلا كرة أخرى لصالح فريق توتنهام. توتنهام تسديدة، الحارس تشيغل. يلا يا إسلام، جمهور فوت يجب أن يتفاعل مع إسلام على الأقل تسجيل هدف الشرف. يلا يا إسلام. كرة أخرى. سواريز سواريز سواريز. يلا يلا يا ميسي. ميسي يعاني من الإصابة إسلام. ميسي يعاني من الإصابة إسلام. إسلام هو قدوة لكل لاعب جزائري. سواريز. الشوط، المباراة على مقربة من نهاية المباراة. لحد الآن 3 أهداف مشاهدينا الكرام مقابل 0. شاهدنا الإثارة في الشوط الأول، ولكن فاروق كان قاسيا وكان متمكنا في الشوط الثاني. أحسن تسيير والتفاوض في الشوط الثاني مع فريق برشلونة مع إسلام سليماني. كرة أخرى الآن لصالح فريق برشلونة. يلا هاي للمراوغة يا إسلام. يلا يا إسلام، من هناك لكوتينيو. كوتينيو كوتينيو كوتينيو، ولكن تقطع الكرة، تقطع الكرة مرة أخرى. Je me suis dit que je vais continuer à attaquer, peut-être nous allons marquer le deuxième but, il va être sous pression, Belek Mkhdar Ngaliz. Il a marqué un but, franchement, j'avais apprécié. هدف رائع، هدف رائع يا إسلام، هدف رائع. 3 أهداف مقابل هدف قدم. الآن بدأ يرجع إسلام، بدأ يرجع إسلام الآن، قد يعود إسلام. كرة أخرى الآن في وسط الميدان، في وسط الميدان، بحثا عن هاري كين السريع، بحثا عن هاري كين الذي يريد أن يسجل هدف رابع. مرة سلامة. إسلام، الجماهير تطالب بتسجيل هدف ثاني، الجماهير تطالب بتسجيل هدف ثاني. يلا يا إسلام، انتقد يا إسلام. وزارة الكرة الآن في وسط الميدان، ولو أن الشوط، المباراة تنتهي، تقترب من النهاية المباراة. كرة أخرى، وزارة الكرة. يلا يا سلام، التسديدة العارضة 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 العارضة. حذاري حذاري يا إسلام. 3 أهداف مقابل هدف، 3 أهداف مقابل هدف، والنتيجة الآن مشاهدينا الكرام ستحسب في 3 نقاط لصالح فريق جيمر ونقطة فقط لصالح فريق فوت، لأنه إسلام اليوم خسر المباراة. في انتظار الأسبوع القادم سيكون معنا لاعب آخر، وسيكون مع أيضا لاعب آخر من فريق جيمر. المتعة ستتواصل مشاهدينا الكرام دائما في نفس القناة ودائما في نفس التوقيت رغبة. إن شاء الله يكون عند حسن ظنكم. وزد كرة الآن. يلا يا إسلام. سواريز سواريز، لويس 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 سواريز. ما زالت كرة. يلا يا إسلام، يلا يا إسلام، ولكن بعد كرة. التسديدة سهلة بين أحضان الحارس. تيريتش هوغو لوريس، هوغو لوريس قدم مباراة كبيرة. المباراة ستنتهي الآن. بيكي بحثا عن ميسي، يعاني من إصابة ميسي. المباراة تنتهي. مبروك.
مبروك عليك فاروق. فاروق حققت نتيجة إيجابية، درت لي عليك تصفيقة الفاروق للفريق هاكيم. وين هو المشكل إسلام؟ ماشي شفتو إلي تي سو بريسيون خليته يربح كنزيد له ماتش مريض. يلا إسلام شكرا شكرا. نو نو جافوك ما شاء الله ما شاء الله. روح رياضية عالية من إسلام سليماني. إذا شكرا جزيلا إسلام أني كنت معنا. إذا مشاهدينا الكرام سنلتقي الأسبوع القادم في نفس التوقيت وفي نفس الوقت، لكن دعوني أذكر اسم اللاعب القادم وهو حمزة أيت وعمر. حمزة أيت وعمر يعني لاعب كبير في البطولة الجزائرية، وكذلك سيكون معنا مختاري مروان. إذا إلى ذلكم الحين سلام. برنامج إلكتروني إيكاب برعاية جيزي. جيزي معها تقدر.